السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة مع المهندس الاستشاري منطقة عيج في مقطع جديد نتناول به الأدوات الصحية خاصة المغسلة والفرنجي نظرا لأهمية تلك الأدوات. المغسلة نحتاجها دائما بشكل يومي وخمس مرات باليوم، وأيضا المغسلة نفس الشيء والفرنجي أيضا. لذلك راح نتحدث مع البائع الجميل، اسمك إيه؟ محمد راح يورينا، راح احنا نسأله وهو راح يجاوبنا عن المغسلة والفرنجي. ثواني خلكم معنا شيخ محمد، علمنا الحين بالنسبة للفرنجي، ليش الناس يشترون الكامل او ما يشترون المقطع؟ ليش يشترون الكامل؟ شو الفرق بين الكامل الفرنجي الكامل والقطعتين؟ علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه، انا اول ما اجي اشتري مرحاض افرنجي، لانه يعتبر 80% من المرحاض اساسا في يتمثل في المرحاض الافرنجي. يعني ازاي اول ما اختار المرحاض الافرنجي، اول حاجه ببص اساسا من تحت الفتحه من تحت 4 انش او 3 انش عشان ما تسبب لي ريحه، ما تسببليش اي مشاكل. كذلك الصرف بتاع المرحاض، ورنا شوي، خلينا نقرب شويه. يعني مثلا المرحاض زي كذا صيني، أيوة. اول حاجه قطعه واحده مش قطعتين. طبعا هنا خلينا نشوف الحته الكامله. الميزه في القطعه الواحده، أيوة. اللي بيتمثل انه ايه، الصندوق مع الكامل مع القاعده مش قطعتين، عشان ممكن مع مرور الوقت يسوي تهريب، البراغي تصدي فيسوي تهريب، فالقطعه الواحده ممتاز. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لازم ابص على المرحاض في الصرف من جميع النواحي. أيوة. لازم يبقى الصرف من جميع النواحي هنا في المرحاض عشان ما يسببش ايه، مشاكل في الصرف، وكذلك يعملش ريحه ايه للمرحاض. ابص على الماكينه، اشوف الماكينه هنا في المرحاض، لازم الماكينه تكون قويه، وقبل ما تكون قويه لازم يكون ليها قطع غيار. قبل ما اسال مثلا على المرحاض، ابص على قطع غيار اللي هي بتتمثل فيها في الماكينه وفي الخط. طبعا في قطع غيار، قطع غيار متوفره طبعا شركه نبيله بحسين. تمام. خلينا نشوف مره ثانيه. شوفني، اذا هذه الجماليات، انه يكون كامل صندوق الطرد كامل مع الكرسي. لذلك قطعه واحده، استنبه واحده، ممتاز، مش قطعتين كاملين. وابص على المرحاض من تحت، لازم يكون الفتحه من تحت 4 انش من الداخل، عشان ما يسببش مشاكل في الصرف. والروائح، في روائح تجي من احيانا، في ناس يشتكون من الروائح. اهم حاجه في المرحاض، اي يكون اهم حاجه في الحمام المرحاض. إيه. اخترت انا المرحاض كويس، هي ريح ما يعمل ريحه معي، ما يسبب لي اي مشاكل. زين، الريحه يمكن من الكونفرتر. الريحه ساعات ما يكون الصرف المرحاض 3 انش او 2 انش بيسبب مشاكل. إيه. في المرحاض، لكن يعني لما يكون فتح 4 انش الصرف يكون ممتاز وما يعملش معي ريحه. زين، الكونفرتر هذا اذا مو مركب عدل ممكن يسوي روائح. الاهم برضه صرف المرحاض. ممتاز. ننتقل على المغسله. يعني اشرح لنا عن المغسله. كذلك المغسله تبع الديزاين بتاع الناس، تبع ذوقيا يعني المغسله. بس اي نعم، تختارها ذوقيا، بس لازم تختار المغسله لو هي نص عمود وهي 90% من الدارج دلوقتي، لازم تكون مفتوحه من تحت، عشان لا قدر الله لو فيها صرف ولا حاجه مثلا سكرت، ايوه اعرف ان انا ايه اسلك. لكن هتكون قطعه واحده مثلا مسكر زي كده، لو حصل فيها مثلا قفل هنا ولا سكرت من هنا، ما اعرفش يصير صعبه شويه. طريقه الاستخدام او طريقه التركيب متعبه شويه. على المعلم الصحي بعد. فيما بعد يعني، سيبك هو هيركبها الصحي تمام، بس احنا نتكلم فيما بعد. فيما بعد مشكله. يعني لو الشخص بيشتغل فيها بنفسه متعبه، لكن هنا مثلا انت لو جيت اختار هذه نوع جديد، هذا مفتوحه من تحت، هذه كامله يا اخوان. تشوفون كامله يعني نفس الرقاب، نفس الرقبه اللي يسمونه نصف عمود والرقبه، فهذه كامله تجي، ومن تحت تستطيع انك تبدل الهوز الحار البارد، وشكلها جميل، وفي نفس الوقت هي يعني 90% من الازواج هي اللي ماشيه دلوقتي، وفي منها الوان ابيض وبيج اشكال معينه. تمام. زين، ايش تنصح الناس؟ بعض المرات يقولون ايطالي وصيني، ايش الفرق بين الايطالي والصيني حاليا؟ في الجميع الصحي، مثلا من شطاف، من خلاط، والامور هذه. والله هي ذوقيا يعني، كل واحد على حسب. هي ذوقيا كل واحد بيختار اللي هو بيناسب. الحين الصيني ينافس الايطالي، الصيني بنفس الايطالي، وفي الالماني، جميع الاذواق
جميع الأذواق، كل واحد مثلا يعاوز مثلا الإيطالي موجود، الصيني موجود، الألماني موجود، كل حاجة لها سعر وكل حاجة لها شكلها. ممتاز. يعني ايش تنصح في النهاية؟ ايش تنصح الناس بالنهاية؟ يعتدلون في الاستهلاك، ما يكون ياخذ الجودة. لا لا لا, لا, لا مش في كده. انا بختار الواحد يختار مثلا حاجة اللي عليها كفالة 5 سنوات 6 سنين 7 سنين. ايوه. بحيث الصحي ده بالذات، لانه اهم حاجة في خلاط الشطاف الخلاط نفسه، الشطاف استهلاكي كل سنة سنتين، كل ده زين ممكن كل سنة يغيره. الستاند نفس الشيء، اهم حاجة يختار الخلاط الدش اللي كويس، وخلاط الشطاف اللي كويس، وخلاط المغسل اللي كويس. بعد كده الحاجات الثانية استهلاكية. تمام. زين، في النربيش هذه الهوزة مالت الحار والبارد، المغاسل يقول لك تطول ممكن 5 سنوات. اهم حاجه النربيش، واهم حاجه الوصله الذكر. ايوه. الكروم الداخل لازم تختار افضل شيء عشان ما تتعبكش بعد، يعني لا قدر الله لو اتكسرت. أيوة. وانت بتجيني هتضطر انت مثلا ايه تجيب صحي ويكسر ويعمل ويخرب من اول وجديد، عشان بس مجرد وصله. هي الفرق ما بين دي ما بين دي ربع دينار، دي بربع دينار ودي بنص. اي والله فرق. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. ولا يهمك. جزاك الله خير. وختاما ايها الاحبه، كما أخبرنا أستاذ محمد عن مميزات المغسلة الكاملة المصنوعة أو المصنوعة بشكل كامل، ليست مفصلة إلى جزئين، رقبة والحوض، وأيضا في الفرنجي كامل وليس مفصل صندوق الطرد الحالة والكرسي للجلسة الحالة. وأخبرنا المميزات والعيوب للأشياء الأخرى. وختاما أيها الأحبة، إذا عجبك المقطع وحسيت أنك استفدت منه، يا ليت تنشر المقطع حتى غيرك يستفيد، وأن تشترك بالقناة، وأن تفعل جرس التنبيهات حتى تصلك مقاطعي أول بأول، تكون أنت أول من يطلع على تلك المقاطع. هذا باختصار، وفي مقطع جديد نلقاكم.